مرحبا على أنغام أغنيات، تزوروني كل سنة مرة. قدمت فرقة سومريات حفلا فنيا مميزا بقيادة المايسترو علاء مجيد وبحضور غفير من الجمهور المحب للفن الأصيل. حتى نعرف تفاصيل أكثر رافقونا نهاية التقرير. الفرقة تغني ألوان عديدة، تغني العربي والتركماني والكردي وكل التنوعات العراقية حقيقة، وكل التراث العراقي والعربي أيضا، تغني مصري ولبناني وهكذا. يعني فرقة أتوقع أن يكون لها مستقبل في الثقافة العراقية والعربية. أتوقع كل البنات يكون لهم شأن كبير في المستقبل في يعني في مجال الإبداع الموسيقي إن شاء الله. سعادتي كبيرة أنه اليوم أحضر هذا النشاط الفني الكبير لفرقة سومريات. قدموا عرض فني أكاديمي جميل جدا، انطوا صورة جميلة للفن والموسيقى وللعنصر النسوي اللي قدم هاي الموسيقى والغناء بشكل جميل. وطبعا أحيي جهود أخي وصديقي العزيز الأستاذ علاء مجيد، بذل جهود كبيرة وواضحة في تقديم هذا الفن الغنائي العربي عراقي وعربي. وحقيقة كل المشاركات في هذا الحفل كانوا بمستوى المسؤولية وكانوا مبدعات. تفاعل الجمهور كان كلش لطيف ويانا، وموضوع الحفلة كان اليوم متنوع من تركماني إلى كردي إلى مصري خليجي بصورة عامة، يعني عربي خلينا نقول، وأكيد أغاني تراثية عراقية ومقام عراقي، لأنه هذا شرط أساسي يعني بفرقتنا حتى نبرز تراثنا إحنا أكيد كسومريات. اليوم أني من ضمن صفوف الجماهير من أشوف فرقة سومريات، الفرقة النسوية اللي قدمت أحلى ما يكون وأحلى تمثيل للتراث العراقي والأغاني العراقية والعربية. حقيقة فرحة كلش كبيرة أنه الموسيقى رجعت، أنه تنعاد بصياغة صحيحة بقيادة صحيحة مثل قائد مثل المايسترو علاء مجيد. حقيقة أنا كلش فرحان اليوم، وما شاء الله إقبال كلش كبير. إن شاء الله أنا من أباوة على الصفوف المدارج كلها متروسة وكلها فل، يعني حقيقة أفرح أنه الذائقة رجعت، أنه الموسيقيين دي أو حتى الناس دي يريدون يسمعون الموسيقى الحقيقية.